يا خبير أهل البقر والفاقر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي صدقتم أسألك عن حقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأوقاتي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليك وعولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي عجب الظلام كنت مبارك بالسور قوم على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي وحملي الجد في خشيتك والثواب في الاتصال بخدمتك حتى اسعى اليك في ميادين السابقين واصرع اليك في البارزين واشتاق الى قربك بالمشتاقين واكثر منك دعوى المخلصين واخاف كثافه المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ترى من ارادني بسوء فارق ومن كادني فجد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزله منك واحصهم زلفه لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجو وقلبي بحبك متيما وفضل علي بحسن اجابتك واقلني عسرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وزمنت لهم الاجابه فاليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي معاني وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك أجائي واكفني شر يا سريع يا سريع اغفرني من لا يملك الا الدعاء يا من اسمه اللهم امتد الجوف يا من اسمه وطاعته الى محمد راس مالي الرجاء وسلاحه البقاء يا صادقا النعم يا موقع المقام يا نور المستوحشين في القلب يا عالما لا يعلم صل على محمد وال محمد وافعل بي ما انت اهله
وصلى الله على رسوله والأئمة البياضية من خاله وسلم تسليما كثيرا يا ملا. يا ملا شب جمعة شب جمعة أبو عبد الله الحسين.